على هاشتاج انا صاحب الكوره، برايك مين هو رجل مباراه الاهلي وكانو سبورت في دوري ابطال افريقيا؟ اهلي فايلر يعبر كانو سبورت برباعيه الى دور المجموعات في ابطال افريقيا، ويعادل رقم جوزيه في ولايته الثانيه. فايلر عادل رقم جوزيه بتحقيق 4 انتصارات متتاليه في اول مشواره مع الاهلي، وهو ما لم يحققه مدرب أجنبي بعد الساحر مانويل. بدأ الأهلي بالشناوي وقدامه 4-2-3-1، أيمن أشرف ورامي ربيعة قلبين دفاع، على يمينهم أحمد فتحي، على شمالهم محمود وحيد، قدامهم أليو ديانج وعمر السلية على الدايرة، قدامهم على اليمين أحمد الشيخ، على الشمال حسين الشحات، وليد سليمان في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد جونيور أجايه. بتلاعب فريق أقل منك بكتير وكسبان بره ملعبك ومسجل جول بدري، والفرقة اللي قدامك بتبني هجمة من تحت، ما بتضغطش عالي ليه؟ لاحظوا هنا اللاعب في وسط الملعب حر تماما. هنا أجايه بيحلق، هو واقف كويس قافل على المدافع ده، لاعب التحضير هنا بيستلم براحته خالص، والشيخ هنا بيأدي واجب، اللاعب بيقف على الكرة ويفكر ومحدش بيضغط عليه. ياه شكرا يا عم. تاني نفس الكلام، تمركز ممتاز بس مفيش ضغط فعلي، هنا احمد الشيخ ضم جوه، طب ليه؟ مش عارف، فتح مجال تمرير للباك على الطرف، هنا المهاجم بيسقط في ظهر وسط الملعب، ورغم ان الكثافة لصالحك انت، لكن محدش من قلبين الدفاع راح ضغط عليه. الشيخ تاني هو بيأدي واجب برضه، وده شرخ مع نفسه وسط الدفاع ومحدش بيقوله رخصك ولا اي حاجة، والسكند بول كمان ليهم. هنا بقى اوضح حالة، لاحظوا هنا المساحة دي كلها مفيهاش لاعب احمر بيضغط على حامل الكورة، بالتالي انت مهيئ له الجو المناسب انه يبني هجمة بمنتهى السلاسة. تاني برضو الشيخ بيضم جوه، ليه؟ وهنا الشناوي كعادته متأخر جزء من الثانية. لاحظوا بقى هنا لما بتضغط من قدام بتعمل ايه، هنا حالة ضغط فردي تماما من أجايه، قدرت تفتك الكرة في مناطقهم بشكل أسرع وقدرت تعمل هجمة سريعة. تاني هنا ضغط فردي برضو بس من أليو ديانج المرة دي، سيبك من القرارات الفردية اللي بتحصل في الملعب دي، لكن في النهاية استخلصت الكرة بسرعة وقدرت توصل أسرع للمناطق دي، طب ما عملتش كده ليه طول الماتش؟ واحد يقولك هو ليه فايلر مداش صلاح محسن من الأول؟ تعالوا مع بعض نلاحظ كده، هنا أجايه بيسقط لوسط الملعب، يعمل محطة يسحب بيها قلب الدفاع ويجمع اللعب مع الشيخ، عشان دي، عشان وليد سليمان يتحرك في المساحة هنا ويستغل الفجوة اللي حصلت في عمق الملعب، محطة تقدر تخرج عليها عشان تقدر تطلع الفرقة، سحب قلب الدفاع، جماعية التمرير مع الشحات عشان صلاح محسن ينطلق في المساحة هنا ويستغل برضو الفجوة في عمق الملعب، الفكرة بتتكرر لو لاحظتوا. ميزة تانية بيقدر يضيفها أجايه وهي دي، بيزيد مع وسط الملعب فبيعمل لك كثافة في المنطقة هنا، ده غير اللي قلناه في الحالتين اللي فاتوا، بيسحب معاه قلب الدفاع وبيوسع مساحات في عمق الملعب. هنا بقى نلاحظ ان الاهلي بيجمع لعب في اليمين عشان يستدعي ضغط المنافس، فيبدأ كانو سبورت يرحل عرضي فيفتح لك المساحات العكسية دي، هنا اتعكس اللعب على الشحات، قدر بباص يضرب الباك ويطلع وحيد، وهنا تاني هنرجع للمحطة اللي بيعملها أجايه عشان يقدر يطلع الفرقة، وميزة هنا موجودة في وحيد مش موجودة عند باكات كتيرة، وهي انه بيزيد وبيدخل منطقة الجزاء. واحدة من مميزات الأهلي دايما وهي الصبر في بناء الهجمة، تجميع لعب من غير زهق، هنا الشحات بيعمل كوبري عشان يقدر يوصل الهجمة للمناطق العكسية، عشان هنا بقى في كثافة حوالي 5 لعيبة من كانو سبورت في منطقة الكورة. ميزة أجايه تاني بيسقط هول تحت، شغل معاه قلب الدفاع وعمل هو كمان كوبري تاني عشان يوصل الكورة في المساحات العكسية، قدر هنا يطلع أحمد فتحي ويديله الكورة في مساحة، تقل فتحي وشال الكورة بالمقاس، وهنا الميزة اللي بقت موجودة في وسط ملعب الأهلي، التقل اللي بقى بيضمن لك السكند بول.
الباليه اللي انا بعمله ده. في مراحل بناء الهجمة بيسقط دايما ديانج بين قلبين الدفاع عشان يطور هو اللعب. عدلة جسمه دي خرجت الاتنين دول برا اللعبة تماما، وبوش رجله الخارجي يطلع فتحي في مساحة. تابعه تاني فكرة تجميع اللعب عشان يستدعوا ضغط المنافس في منطقة الكورة. السلية هنا فاضي وعمل الكوبري اللي قلنا عليه في المرحلة اللي فاتت عشان يقدر ينقل هو الهجمة في المنطقة العكسية. يا ولد يا سلية يا لعيب. هنا الشحات عمل محطة عشان يطلع وحيد ويفضيله مساحة. يا عيني عليك يا ابني. احد سلبيات الاهلي في الشوط الاول كانت البطء في الايقاع والتحول الهجومي. يعني لاحظوا هنا مثلا، دي المفروض هجمة مرتدة. لا يا راجل، تخيلوا الباص وحش قوي من وليد، باص يعطل اللعبة. المفروض الباص يكون هنا في المساحة دي عشان يطلع الشحات. ولاحظوا هنا سرعة الارتداد الدفاعي للمنافس وبطء التحول الهجومي للأهلي، بقت هجمة عادية خالص. لا وإيه، دي رجعت من حيث بدأت. أهم الأفكار اللي طبقها فايلر في الشوط الثاني هي عملية تفريغ أجناب الملعب. لاحظوا هنا ربيعة مستني تحرك وليد بشكل عمودي عشان يعمل الربط ويستلم الكرة في وسط ملعب كانو سبورت. سحب معاه المدافع وفرغ مساحة في ظهره لأحمد فتحي، وادي دايما المساحات العكسية الكبيرة اللي بنقول عليها. لازم الشحات يجيب جول مميز. تاني هنا ايمن اشرف بيبني الهجمة والشحات اتحرك معاه برضو بشكل عمودي عشان يستلم في وسط ملعب المنافس ويقدر يسحب معاه الباك فيفضي مساحة لوحيد. هنا بقى وليد سليمان هو اللي استغل المساحة، اتحرك وعمل عرضية ممتازة. هارد لك يا شيخ. تالت اهي، تحرك ازارو بشكل عمودي برضو مع ربيعة، كده انت نقلت الهجمة لوسط ملعب المنافس. بصوا هنا كم احمر في منطقة الكورة، اربع لعيبة. ولاحظوا هنا ازارو بينطلق في المساحة دي، واليو ديانج بيسند مع فتحي عشان يشغل الدفاع ويحرر ازارو في المساحة. دايما الطرف العكسي حر ومش متراقب. جول خماسي. خد يا ولد اهلا بالوافد الجديد المفيد، دبابة في وسط الملعب، قدر يفتك الكورة من المنافس وبعدين باص ما يطلعش غير من بلاي ميكر، طلع الشحات في مساحة. ولاحظوا هنا قوة الباص عشان يخلي الشحات ينطلق ويفرق عن المدافع، ما هي لو الكورة في رجله عمر الشحات ما هيقدر ينفرد من وسط الملعب أبدا. نقف هنا بقى شوية، كل اللي في المدرجات والقهاوي والبيوت كانوا هيسقفوا لك يا حسين لو كنت عملت الباص العرضي لأجاييه، كانت خلصت. تاني نكمل اليو ديانج، هنا لاعب تحضير يسقط بين قلبين الدفاع زي ما قلنا، ادى الكرة الرامي وفتح له زاوية تمرير. بيعدي بصوا ازاي بمنتهى الثقة، قدر يكسب مساحة، سحب الضغط من لعيبة وسط الملعب عليه ففضى مساحة لوليد سليمان اللي قدر ينقل الهجمة. زي ما شفنا في ماتش الزمالك وماتش سموحة وماتش النهاردة كمان، الأهلي بقى أخطر كتير في الثوابت مع فايلر. بصوا هنا السلية خطف الدفاع وتقدم عشان يستقبل الشورت باس من الشحات. يا سلام عليك يا سلية، برجله الشمال ادى الباص في العمق وسحب الدفاع معاه. هنا وليد والشيخ فاضيين بسبب تحرك السلية. الله عليك يا ديانج، بصوا عدل جسمه ازاي عشان يقدر يوجه الكرة في الزاوية الضيقة. هنا اتنين واقفين على التنفيذ، وهنا وليد سليمان واقف على خط واحد مع الكرة تقريبا. هنا وحيد انطلق في المساحة وعشان طبيعة اي لاعب بيبص على الكرة بس، قدر الشحات يضحك على الحيطة ويمرر لوليد. وهنا وحيد في البلايند سايد للحيطة قدر ينطلق في المساحة ووليد لعبها له وكأنه بيلعبها بايده، مساحة قدام وحيد قدر يعمل عرضية. سيبك من جودة العرضية وركز في الجملة.
برافو فايلر، مكسب النهاردة هو أحد أهم أسبابه، قدر في وقت قصير يقف على مستوى أغلب لعيبة الفرقة من غير ماتشات ودية. كمان سلاسته مع اللعيبة خلتهم يلعبوا بأريحية كبيرة في انتظار أداء عالي فنيا وبدنيا للعيبة في الفترة الجاية مع مشروع الأهلي الجديد بقيادة السويسري.